يا باشا اديني العنوان. هو كان هنا يعني، هو البيت هنا بس مش باين، انا خايف لكونه هدوه. طب مالوش علامه يا باشا؟ ايوه، كان في قدام البيت اسدين ونافوره. اسدين ونافوره؟ بس 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 الاسدين دول؟ ايوه هما يا بهجت. والنافوره كان الرخام بتاعها اخضر في ابيض مظبوط؟ ايوه هي دي. ايوه هي الحاجات دي، ايه اللي جابها هنا؟ طب على خيرة الله، ادينا الحمد لله لقينا الاسدين والنافوره، ما فاضلش غير البيت. انا عايز اعرف البيت راح فين؟ يكونش احنا قاعدين في البيت ومش واخدين بالنا؟ يا باشا ما البيت اهو قدامك اهو. هو ده البيت؟ ده بيت بابي؟ ده مقلب زباله، وده هنخشه ازاي؟ يا باشا ولا تشيل هم، انا اجيب لك كام عيل ينضفوا لك المدخل ويخليه لك زي الفل. كام عيل ايه؟ ده عايز 5 عربيات نقل عشان يشيلوه. وهيودوهم فين؟ ولا عربيات ولا حاجه، هما هيشيلوها زي ما هي كده يحطوها في الخرابه. والخرابه دي فين؟ ورا البيت على طول، ما تقلقش. بيت بابي ما كانش فيه وراه خرابه، اللي كان ورا البيت جنينه. ما هو قصده على الجنينه.